أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تثبيت قرارات غرفة فض المنازعات بشأن قضية نادي نجران مع لاعبي الجزائري السابق فريد شكلام. تعاقد نادي الفتح السعودي مع المدافع البرازيلي جواو غليرمي قادما من أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع لاعب وسط ناسيونال ماديرا البرتغالي الغيني أبو بكر فوفونا لمدة 3 مواسم.